يعكف الناخب الوطني الجديد الفرنسي كريستيان غوركوف على ضبط برنامج التحذيرات تحسبا للخرجة الأولى للخضر في تصفية أمم إفريقيا أمام المنتخب الإثيوبي، فإن مستقبل المدافع مجيد بوغرا مع الخضر يبقى غامضا، فرغم أن هذا الأخير أعرب صراحة بعد المونديال البرازيل عن رغبته في المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2015 بالمغرب، إلا أن مصادرنا كشفت أن قائد الخضر ينوي الحسم في مستقبله الدولي بعد ملاقاة المدرب كريستيان غوركوف لمناقشة المسألة من جميع جوانبها. هذا وسيباشر كريستيان غوركوف عمله بشكل فعلي مع الخضر مطلع شهر سبتمبر المقبل، ومن المستبعد جدا أن يوافق على قرار اعتزال بوغرا في ظل حاجة الخضر الماسة لخدمات مدافع بمواصفاته وخبرته الكبيرة في أدغال إفريقيا خلال التصفيات المؤهلة لدورة المغرب.